بسم الله. السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وسلعة جديدة من هنا من سيدي حجاج ولاد مراح. دائما الجديد من سيدي حجاج ولاد مراح، هذا الصديق جواد. هذه يا إخوة سلعة أخرى وتصويرة بتاريخ اليوم اللي هو 12/10/2022. الحمد لله شي مناطق الحمد لله طاحت في مشى، هنا في الشاوية عندنا شوية قليلة. المهم البلاصة اللي طاحت فيها الشجرة خير، الخير كاين موجود إن شاء الله. يا والله يسخر والله يدير الخير. ونمشيو إخوان باش نقدمو لكم السلعة. مرحبا بكم جواد، بخير، أمور هانية، الله يبارك فيك، تبارك الله عليك. يلاه حتى اللي تقدم لينا جواد، بدا شحال من راس؟ هادو 30 أخويا، 30 30 خروفة، 30 خروفة كيما كتشوفوا سردية شوية بشوية. شوفوا إخوانا هي السلعة، بالنسبة للناس اللي كيخليو لنا تعليقات كيقول لي السلعة اللي كتصوروها كنجيو ما لقاوهاش، اللي جا شي ما لقاش شي حاجة يتصل بيا هذيك الساعة، مرحبا نجي عنده في أي وقت. السلعة دابا اللي كاينة راه هي هذي، اللي جا بغا يشري راه غيبقى هي نفسها، هادشي اللي كاين. زردة مداوية دي مداوية جواد، يعني وصل يديها. اخي جواد بالنسبة للمعطى واش عاطينكم شي حاجة مازال؟ هادي عاطينا فيها 33 معطية. 33 اللي عاطينا فيها 1000 تبارك الله، 650 درهم. داوية ناضية هادي راه غير وصل. هو هذا؟ شوية عليه شوية عليه. شي حاجة أخرى من نوع عندو الديل شوية ناقصة شوية. شوية شوية. خليقة هو. خليقة. صافي راه دايس. خليقة من لاحق راه شوية ناقص شوية. تبارك الله. بياض تبارك الله. كما كتشوفوا كما كتعرفوا السلعه تاع هاد الاخوه راه كتليق فين ما مشات كتجي ناضية، فين ما مشات تعطي النتيجة مزيانة، تمشي للشمال الجنوب فين ما مشات تجاوب، فين ما مشات لها ناضية، الثمن مناسب، الثمن راه مناسب، ما كاينش الثمن، هادي راه أحسن من ديك الصغيبة. أنت دابا الثمن تاع البيعة عاطينك 1650، هادي أحسن من الصغيبة، هادي راه قافزة شوية، ياك قافزة، كنقول لها شتوية حنايا، كنقول لها شتوية، الثمن تاع البيع ديالها. الثمن البيع كنا 36 ما كايناش، اللي بغى يبيع ويشري معاك راه غادي يعيط لك وغيتفاوض. مرحبا مرحبا، هذا الشيء داك الشيء مزرد وكسيبه ناضيه، الشيء اللي كاين كسيبه ناضيه. بالنسبه اللي عنده الماكله الاخوان كانوا عندنا قديم هذا ماشي ياك، علاش ما نبيعوش؟ اكيد بكره وكره وابشي ما يبقاوش هاك. وين مركز الماكله راه بالنسبه للماكله هيا نعاود ثاني نوريكم الماكله كل مره. سير وري الناس النخاله هيا النخاله النخاله بيب وقيله فيه بيب هيا بنتي بيب هذيك لونسيلاج بديت الفوراج وقيله والفوراج مطحون طحنتو؟ طحون مزيان
نعطي هذا الاخر ديال الخطاط بغيت نعطي ليه واللي عنده الفصالي عنده الفصاره تكون الفصاله عنده الفصاره يعطيها ليره ممتازه تكون ممتازه. غادي نخليو لكم الرقم التليفون ديال الصديق ديالنا جواد والسلعه المي عرب كارانت هادشي اللي كاين اخوت هو النظاف اللي لقى شي ديفو ولا شي حاجه اللي يرجعوا لي النظاف هادشي اللي كاين ديالنا. يلا قول لي الرقم يا جواد. 06 ديالنا 06 49 49 78 18 60. تحية للمتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. مرحبا سير مرحبا كاع الناس اللي تيسولوا علينا مرحبا بهم وتبارك الله عليكم اخوت. ودائما ان شاء الله مازال ان شاء الله ندير لكم فيديوهات من الاسواق غير الوقت وصافي الخدمه شويه من الوقت عندي شويه تبدل في الخدمه هادشي علاش وليت كنغبر عليكم بزاف. شي مرضي هادي ديالو شي مرضي الله ما ساخي على ديال صحيح ياك الله ما تسخالك التتبيعه ان شاء الله يكون خير اللي داه الله يسالمك. وبين جاو شد لي داك اللي راسو بحال نشوفو حتى هو هنا هاو فيك حل هذاك شدو لي بحال بحال ديال الذهب كيبان دري يا شو اخو بجيبي دابا تبارك الله 75 ديال وان شاء الله غير 80 ياك ان شاء الله بحال الطورد ان شاء الله غلاظ هذه راه شتويه راه غلاظ. سير دوز جواد قلت لي ندوزو من هيه دوز شويه بشويه بشويه حل علي حل علي وانا غنمشي من هيه باش يدوزو من حدايا تجي ان المشاهدين ديالنا والمتتبعين ديالنا مرحبا بهم في مكانه يشوفهم واحد واحد بشويه بشويه خليهم يخرجوا شويه بشويه 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 نحاولوا ندوزهم كما قلنا الواحد الواحد راه تبارك الله ما شاء الله صحه صحه طيب صحه جيده جاود قالكم داوي تبارك الله ما شاء الرحمن. وجاود شوية لا بشوية على العموم عاود لنا الرقم ها جواد 49 78 18 60 اللي بغى السلعة غيعيط لجواد يتفاوض معاه. جواد راه قال لكم شنو عاطينو عاطينو 1650 اللي بغى اللي زاد راه غادي يديها هادشي اللي كاين. تحياتي لكم كبيرة عبد الغني يحييكم ويتمنى لكم خير صادق لجميع المتتبعين سواء هنا في المغرب سواء خارج المغرب. المعاملة راه ديفو راه ما كاينش كما قلنا بما انني كنمشي وكنرجع يعني راه داكشي يكون مزيان ان شاء الله. اذا كان شي مشكل ولا شي حاجة ان شاء الله يكون الخير يكون الخير هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم الخوت نهاركم مبروك الله يعاونكم والله يسهل عليكم جواد الله يسهل عليك. سلمنا على المشاهدين ديالنا كنسلموا عليهم بزاف والاصدقاء ديال جواد راه عنده اصدقاء بزاف بزاف كاع الله انتوا ما نسلموا عليهم من هذا المنبر راهم كيشاهدونا انا متاكد بانهم يشاهدونا. الله يسهل على الجميع تبارك الله عليكم اخوت نهاركم مبروك الله يعاون جواد الله يسخر الله يسخر الله يجيب تيسير الله.